السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أقول لحضرتك إن أنا كنت ملتزم جدا بالصلاة، يعني مش بفوت فرض ولا فرض كنت بفوته. بعد كده بدأت أقطع وكنت زعلان من نفسي جدا إن أنا بدأت أقطع وكده، يعني زي بقية الشباب. زي ما تقول ربنا ابتلاني بذنب من الذنوب بتاعت الشهوات يعني وكده، وحسيت يعني لما أنا وقعت في الذنب ده إن يعني بشوية يأس كده، وحسيت إن أنا ببعد أكتر عن ربنا، لحد ما بقتش تقريبا بصلي خالص. بقى عندي أزمة مش عارف هو يعني ربنا مش عايز يهديني ولا، يعني أرجوك ساعدني. الرسالة متعلقة بشقين، شق الصلاة فيه صفر، والشق الثاني مليان بذنوب شهوات. حقيقة الإنسان مع الذنوب إن هي حاجة مؤكدة إن هو يقع في الذنوب والمعاصي. ربنا سبحانه وتعالى خلقه غير معصوم وركب فيه شهوات، والإنسان ربنا وصف إنه ضعيف. فوقوعه في الذنب فطرته وبشريته أمر طبيعي جدا، بس المشكلة إن الذنوب دي لو الإنسان ما تخلصش منها هتدخله في دوامة تانية خالص وسكة تانية. النبي بيقول عنها: العبد يحرم الخير بالذنب يصيبه، لو الذنب فضل عالق بالإنسان. حديث تاني بيقول: ما نزل بلاء إلا بذنب. دي حتمية الذنوب والمعاصي، دي حقيقة في حياة الإنسان. الحقيقة التانية هي حقيقة الشهوة، شهوته بتكون فوارة في أوقات كتيرة جدا وبتسبب له مشاكل وأحيانا بتوصله للضياع. أذن لصلاة العصر وقعد هو والصحابة، يدخل عليه إنسان مصاب بذنوب من ذنوب الشهوات ويقول له: يا رسول الله أصبت قبلة من امرأة. الرجل جاي خايف ومرعوب، مفكر إن المفروض يقام عليه حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى، ومعروف إن الحدود تقام في الكبائر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه وبيقول له: أصبت قبلة من امرأة فطهرني، ويسيبه ويقول له: صلي معانا العصر. يقام لصلاة العصر، وصلاة العصر تنتهي، النبي صلى الله عليه وسلم يبص للراجل ويقول له: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له ان الذنب بتاعك خلاص اتنحى واتمسح بصلاه العصر. هنا الصلاه عملت مع الشخص ده حاجتين اتنين: الحاجه الاولى ان هي كفرت عنه الذنب ومسحته، الحاجه الثانيه ان هي قننت الشهوه في قلبه. اللي صلى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب اللي ما صلاش؟ ربنا يقول: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. الايه الاولى بتصف انسان صلى، فالانسان في الصلاه بيتقلب بين ركوع وسجود، وهو في الركوع عمال يقول سبحان ربي العظيم، فبيستشعر عظمه الرب سبحانه والحمد في قلبه، وهو في السجود بيقول سبحان ربي الاعلى، عمال يستشعر المعاني العظيمه دي، فيشعر هذا الإنسان بأنس رب العالمين في قلبه، فما يكونش محتاج الشهوة، وتكون الشهوة حاجة كده تقيلة على قلبه وما يعرفش يقرب منها. الصلاة حفظته، لذلك النبي لما قال في الحديث: من صلى الفجر في جماعة كان إيه؟ كان في ذمة الله، في حفظ الله. طب الثاني لما ضيع التبع، النتيجة الفورية والحتمية للانقطاع عن الصلاة هي الاستغراق في الشهوات، فتقوم الذنوب موجودة كما هي ما اتمسحتش. ليه ما اتمسحتش؟ لأن أكبر مكفر حقيقي للذنوب والمعاصي هو الصلاة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما نادى عليها بيقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. الصلاة احنا عارفينها، طب ايه الفلاح؟ قال أهل العلم: أي حي على الصلاة التي هي سبب فلاحكم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيصور مشهد رائع جدا، إنسان عمال يستغرق في الشهوات في الذنوب والمعاصي يحترق فيها، بيقول صلى الله عليه: تحترقون تحترقون، أي في الذنوب والمعاصي، يعني حتى إذا صليتم الصبح غسلتكم مسحت كل الذنوب اللي كانت موجودة ثم تحترقون تحترقون. طبيعة الإنسان بتتجدد معاه إيه؟ اللي هو القابلية للذنب. حتى إذا صليتم الظهر غسلتكم مسحت كل الذنوب والمعاصي ثم تحترقون تحترقون. بعد الظهر لغاية العصر عمي الذنوب، قال: حتى إذا صليتم العصر غسلتكم ثم تحترقون تحترقون، للمغرب والعشاء كذلك. فالإنسان يختم اليوم والليلة وما فيش في صحيفة سيئاته سيئة واحدة، فتكون صحيفة الأعمال هي الكسبانة تطوى ولها نور يتلألأ. لذلك النبي يقول: الصلاة نور. النبي صلى الله عليه وسلم بيصور مشهد أروع من ده، ويقول بيسأل الصحابة سؤال يعني ويقول لهم: لو أن بباب أحدكم نهر، نهر من المية، الإنسان ده بيغتسل فيه استحمة في اليوم 5 مرات، قال: يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقى منظرا شيء يعني يفضل على جسمه وساخة أو نجاسة أو دنس؟ فطبيعي الصحابة قالوا: لا يا رسول الله، ده الإنسان بيستحمى 5 مرات في اليوم وأنا أتحدى إن في حد بيعملها. فالصحابة قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى على ضرره شيء. قال النبي: كذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الغطايا، غسيل كل الذنوب والمعاصي، مش بس كده، رغم ان عامل ذنوب ومعاصي، ويرفع بها الدرجات في الجنه. فالانسان يختم اليوم والليله من غير ذنب واحد في صاحبه السيئات، فتنزل عليهم الرب العزه سبحانه وبحمده البركات والخيرات والرزق اللي كان هيتمنع منه بسبب الذنوب والمعاصي اللي كانت عنده، فهي خلاص الذنب اتمسح، فيقوم ينزل الخير. ووالله الله لا يريد بك الا الخير، لكن دائما ما يكون الاعراض من الانسان. لذلك ربنا لما ذكر لفظ الاعراض في القران بيقول: ومن اعرض عن ذكر الاعراض
تكون من الإنسان. وخلي بالك ذكر ربنا هو الصلاة، لذلك ربنا يقول في آية تانية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الإنسان عشان يصلي محتاج يعمل شوية حاجات، محتاج إن هو يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الوضوء بيقول: بيغسل وشه تتساقط ذنوبه مع آخر قطرة ماء، يغسل ذراعه وإيده تتساقط ذنوبه مع آخر قطرة ماء. بعد ما يتوضأ محتاج إن هو يروح لمسجد علشان يؤدي الفريضة. النبي يقول وهو ماشي للصلاة أو للمسجد: لا تزال قدماه اليمين والشمال، إحداهما يعني اليمين ترفعه درجة يعني في الجنة، والأخرى يعني اليسار تحط عنه خطيئة يعني تمسع عنه سيئة يعني تبعده عن النار. النبي يقول: لا يزال عليه من الله ملكان، وهو قاعد بعد الصلاة مش بيصلي خلاص، يقولان: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. دعاء من الملائكة ليه بالرحمة والمغفرة، والمعروف إن دعاء الملائكة مجاب ولا بد. فلو تخيلت ده وهو بيتوضأ مش بيصلي، الحاجة التانية هو ماشي للصلاة مش بيصلي، والحاجة التالتة هو قاعد بعد الصلاة مش بيصلي، فما بالك بالصلاة نفسها. احنا محتاجين الصلاة في حياتنا بشكل لا يمكن تتصوره، حتى لو ما كانتش فريضة، حتى لو ربنا سبحانه وتعالى جعلها شيء مباح. انت احوج ما تكون اليه، كفر عنك الذنوب والمعاصي، تنزل عليك من الله الخيرات. مش بس كده، عشان الانسان ينجو من هذه الحياه بسلامه قلبه واطمئنان نفسه، قال رب العالمين سبحانه وبحمده: الا بذكر الله تطمئن القلوب. اكبر عامل للراحه النفسيه وذكر ربنا المقصود بالايه هي الصلاه، لان الصلاه زي ما قلنا هي اعظم انواع الذكر على الاطلاق. خلاص محيت عنه الذنوب والمعاصي وتنزلت عليه من الله الخيرات، وبدأ يشعر بالسلام والاطمئنان والراحة النفسية. ده كله بالنسبة للدنيا حي عن الفلاح. أما بالنسبة لفلاح الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة قال الصلاة. صلاة الظهر في اليوم الفلاني كانت موجودة، العصر كذلك موجودة، المغرب موجودة، فنجح وعد من الصلاة. النبي يقول: فإذا صلحت صلح سائر ما بعدها، لعله لا يسأل بعد كده عن أي ذنب عمله. ليه؟ لأن الصلاة تلقائي كانت بتكفر وتمشي عنه الخطايا والذنوب اللي كان بيعملها. النبي يقول في رواية تانية: فإذا صلحت يعني نجا من الحساب في الصلاة فقد أفلح ونجح. لذلك قال لك في النداء: حي على الفلاح. بعد ما خلاص اتحاسب بإيد ربنا سبحانه وتعالى ونجح في الصلاة أو سقط في الصلاة على حسب، أي إنسان لابد إن هو يعدي على الصراط، سواء كان داخل الجنة ولا النار. حتى الأنبياء هيمروا على الصراط، لذلك ربنا بيقول: وإن منكم إلا واردها، يعني يرد النار بمروره على الصراط. يعني لو كان داخل الجنة لابد برضه إن هو يعدي من على الصراط. ومعروف ان الصراط ده جسر مظلم مضروب على ظهر جهنم، والنار تحته سوداء مظلمة، فانت مطلوب منك تعدي. هنا يجي دور الصلاة الحقيقي. النبي لما اتكلم عنها وبيقول: بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، اهل العلم قال لك اي نور على الصراط. لذلك في حديث تاني يقول: الصلاة نور، الصلاة برهان، اي نور على الصراط. يقول في حديث تاني: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن عند النداء بهم كن له نورا وضياء يوم القيامة. قال لك أي نور على الصراط، لأن الصراط مظلم. لذلك أي حد هيقع في النار حتى غير المسلم هيكون السبب هو تضييع الصلاة. دور في القرآن المجيد وفتش فيه على أودية النار، وادي غي، وادي سقر، وادي وي، لأن كلهم مقرونين إما بالتهاون في أمر الصلاة أو تضيعها بالكلية أو أي تقصير فيها. فربنا يقول حتى عن الكفار، بيقول: عن المجرمين، والمجرمين يعني الكفار: ما سلككم في سقر. سقر وادي من أودية جهنم، أول كلمة يتلفظوا بها ويقولوها: قالوا لم نكن من المصلين، مع إنه أصلا كافر في الأصل. لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، كنا نكفر بيوم القيامة. وجعلها آخر حاجة وقدم أول حاجة قالها كانت تضيع الصلاة، لأن الصلاة مظلم. فوقع فتش في القرآن عن النار تلاقيها دايما مصحوبة بأمر الصلاة. علشان كده ربنا لما أدعى عليها وقال حي على الفلاح بعد حي على الصلاة، قالوا لنا فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. إنسان محتاج الصلاة في حياته بشكل لا يمكن تصوره، هي الفلاح، هي الرزق، هي البركة، هي اطمئنان القلب، هي النجاة يوم القيامة. لا تطاق الحياة بدون الصلاة. هنسأل سؤال وتحاولوا انكم ترد عليه في الكومنتات، وهنشوف كل التعليقات. والسؤال: ان انسان بعد سماع الحلقة خلاص بدأ وقرر ان هو ينتظم في الصلاة من جديد، وكان سايبها من سنة او اتنين خمسة ازيد او اقل، وحب يبدأ من دلوقت، كل اللي فات وكل القديم يعمل فيه ايه؟ فهو انا علشان ابدأ النهاردة لازم كل اللي فات ده اصليه؟